حن عيال العودة واصحاب المواقي فالعظمة ما بعد جابت بهمة من يحاول يمتحن دم قحطنا وقبايلها على دنيا مقيمة لحد غيرك حضن قولا حنا اللي وحنا عزي تحضن يا مال المعزة والغنمة كل يوم تصنعون مجد وصروح تبنى الفخر بفعل ربعك ما نقول انه جريمة الجريمة لا هضم تحكم
الغايرة بحضن يقول حنا لاي وحنا ابو منا واجد قلنا للعطا ما قال للغلا هو عباكم الله
مرحبا انا تفضل الله يحييك مرحبا يا رجال ارحبوا يلا حيهم مرحبا الف الف مبروك يا عادل والله انا ما فكرت والله انا عاجل تعال ولا كم مثل ما قال ارحبوا ارحبوا الله يبيك احييهم ارحبوا أبقاكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف انتم؟ طيبين. طيب الله فيكم، كيف انتم؟ الحمد لله طيبين، كيف حالكم؟ عساكم بخير. عساكم بخير، مرحبا ملايين. مرحبا يا سلام، كل عام وانتم بخير. الجميع الله يرضى عليكم كلكم. نسأل الله في هذا اليوم الفضيل يا من تجمعنا من اجله ان الله يبارك لهم ويبارك عليهم ويجمع بينهم في خير. امين. جاتنا دعوتكم، ما جانا عذر في الوصول. حنا جيران ابو منصور واصدقاء من الغمر. نعم. واولاده اصدقاء لاولادنا وعواني. وبين أجيرة وزمالة وصديق وافي وخوي جيد وجار طيب الله يحفظه ويعطيه الصحة والعافية. لما هذا رضا إن شاء الله. آمين. وجيناكم شاركين ومباركين في هذا الحفل الطيب. والله يبارك للمتزوجين. آمين. ومعنا عطاء. أن عطانا واجد فأنتم تستاهلونه من هلا. ونقلل عطاء. تعذرونه ويعذرونا وكمله ما بيننا وبينكم من محبة وجيرة وعنوة وسلامة الجميع. سالمين الله لا يهيكم ويكثر خيركم ويجمل حالكم وانتم من اهل الجميل دايم مرحبا ومساء الملايين الله يحييكم. ما عليكم زود. تفضل انا افتدوكم تفضل. دوم من فضلك. مرحبا يا ابو عوض الكل معكم. مرحبا ملايين مجداكم. رحب يا سلام. ما نعذبكم ولا جينا ولكن من محبتكم وغراكم تشرفوا محلنا ونفداكم ملايينكم ونفداكم. الله يشرف مقداركم ويجعله مبروك يا ابو منصور. الله يبارك فيكم ونفداكم. يصلح لنا ولك النية والذرية. يا رب وعقبالكم ان شاء الله بالافراح والسرات ان شاء الله. مبروك. الله يبارك فيكم ونفداكم. اقدم يا متزوج. مرحبا يا رجال ارحبوا. الله حيهم. مساكم الله بالخير. جانا داعيك يا ابو محمد. جعل بيت الصيب والنصيب والحظ اللي ما يخيب. جيت انا يا خوي ومشارك ومبارك ونفاع. والله ينفعك خير من نفعتنا. وسلامتك وطولة بقاك. تقدمت خوياي لان والله في زواج الولد خال لي. والله احنا تاركينه وجايين نشارك من طيب راسك ومن علومك الغانمة عندنا. ولا لو ما عندنا زواج لرفيقي وولد خالي كان انتظرت مع اخوياي وجيتك معهم. وسلامتك وطولة بقاك. الله عليك. 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 الله عليك.
مبروك ان شاء الله. حبيب الله حي. السلام عليكم. والزواج مبروك. مرحبا مرحبا مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف انتم؟ عافيكم. طيبين؟ طيبتوا. كيف انتم؟ عافيكم. طيبين؟ طيب الله فيك. مرحبا الله يحييك. يا ابو منصور سلامتكم حاضرين. جمع مازن الزواج والله يجعل على ما يرضي رب العالمين. امين. 2000 اليوم معاونه ومسلمه معنا عطاء انه واجد تستاهل وانا شوي سمو. سلامه الجميع. امين. الله لا يهيكم من افداك ويكثر خير. مرحبا بكم من افداك. الله لا يهيكم من افداك يعظم اجركم. أنا ما عزمتك إلا تشريف ولدتك يا أخي. مالك حق الدجول هذا شو ماجه؟ لا لا يا أخي أقول ما بينك أخطيت والله إنك أخطيت. أقول ريحنا. لا والله ما تأخذ الريال خمس هذا عامل يا أخي. لا رجال على حق واحد ما هو لك يا محمد. وسلم عليكم. الله حيهم. الله حيهم. الله حيهم. الله حيهم. الملايين. الله يحييهم.
علي معك اوراق السيارة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الزواج مبارك. السلام عليك. Thank you.
فوق. فيك. مبروك. مرحبا مرحبا مرحبا. الله يبقيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. كيف انت يا رجال؟ حبيب طيبين. الله فيك ويبقيك. الله يسعد مساكم جميعا. مساكم. وعلى البركه الزواج ابو محمد. الله يبني بيتك وييسر امورك ويعينك على ما قدام من ايامك. جايك انا يا محمد بن صنيج. نعم. وخالد بن عايض بن مالح. نعم. جيناك اليوم اول ما بن باركي ومسلمين ونفاعه ولا سبقنا فيانا في الوقت ذي الا والله من عذر مسبق في زواج ان انت خابره. هذا قد علمنا وسلامتكم لافداك. سلامتين الباقين الله لا يهيك ويكثر خيركم والافداك ويجمل حالكم. تفضلوا الافداك. ارحبوا. الله حيهم. يا لا ولدي زين هذا. ارحبوا. أهبون الله لا يهيكم من أفداك ويكثر خير. مرحبا نزلوا أفداك. أهل المحل مرحبا بكم. مرحبا بكم. كيف أنت يا رجال؟ عليكم كيف أجوري؟ والله ما أجوري. السلامة. سلمة. سلامتكم جميع. نسأل الله في هذه الساعة المباركة أن الله يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. آمين. وأن الله يغفر علينا وعليكم ستره. أكفي بحسين جعله يسلم. ستر الله. تزوج أبو محمد. والله يجعل بيته بيت سيب ونصيب وحظ ما يخيب. الله أكبر. نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. بيدينا عطاء كثر عطاءنا بتستاهله ونقلل عطاء بتسمنا وجينا ولا عجل بنا في ذا الوقت قبل اخويانا الا شان مثل شان في تمدح وسلامتكم جميع. سالمين الباقين الله لا يهيك ونفداك ونكثر خير. قايم يا ابو حار جا. الله اكبر الله اكبر. ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم.
السلام عليكم. عليكم السلام. كيف انتم؟ حبيبي. طيبين؟ والله فيك. كيف انتم؟ الله يعافيك. طيبين؟ والله فيك. مرحبا. تزوجت يا ابو محمد، والله يبني بيتك، والله يفاولك الصيب والنصيب والحظ اللي ما يخيب. امين. حضر جدي علي بن يحيى بن محمد بن حافظ. نعم. ما عليك زود في العصر. نعم. وعلى نحن بنحضر معه وما ردنا للاشغال. سلامتكم. جينا مباركين ومسلمين ومهنين. سلامتكم. سالمين باقين الله لا يهيب. ولا تهون الله يطول عمرك. ولا يهيب. فضل نفداك. سلم. فو. يا رجال. السلام عليكم. بالسعادة، قادمين مشاركين ومباركين، ندعو الله سبحانه وتعالى للمتزوجين، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. آمين. الحقيقة زواج الابن مازن أو الملازم مازن
يسر النفس وهو يستاهل كل خير ويستاهل العنوة، رجل الأخلاق، رجل البر لبلده ودولته ولأهله وذويه، رجل عرف عنه كل خير ورجل على اليمنى في كل شيء وهو ظهر للجميع. نسأل الله يوفق لكل خير ويزده من فضله. الصف اللي تشوفون كلهم أقارب أخواله، وأيضا محمد بن عوض والطالع وكثير من الأخوان. الحقيقة ما ودنا نحدد الأسماء فنغلط، اللي ترونهم موجودين ومن غاب اسمه موجود. معنا 12700 ريال يعيرونا على قلها وسلامة الجميع. يا المين باقين الله لا يهيك ويكثر خير ويجمل حالك. فضل دل أنا أفداك دل يا مازن. مازن تزوجت، والله يبارك لك ويبني بيتك ويوفق. معك لك هنا هدية ومعاون مني أنا يا سامي بن محمد بن ضار. سلام. نعم لا أنت نفداك كثر خير ومن يسلم. قاطوا على صالة ابو سلطان، قاطوا الله يحييك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يمسيكم بالخير. مساكم بالله والعافية. كيفكم يا رب؟ عساكم طيبين. الله فيك وبلاهيك. تلقينا دعوة كريمة من جار كريم وأولاده أبو منصور، نجل ذلك حضرنا مشاركين ومباركين ومهنئين، ومعنا عطاء إنه كثير فيستاهله، وإنه قليل فتكمله المحبة والجيرة اللي بيننا. هذا داعي وصولنا وسلامة الجميع. سالمين. نسأل الله تعالى أن يبارك للزوجين وأن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. الله لا يهيكم يكثر خيركم ويجمل حالكم ولا يهيكم. فضلوا نفداكم الله لا يهيكم. فضلوا نفداكم. فضلوا. مرحبا. قلبوا على الصلاة تفتاكم قلبوا مرحبا ملايين. عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أجورين. جتنا دعوة بالأخوال والأنساب، ولبينا الدعوة حين يا المنصور، ومعنا عطاء منا يا المنصور كافة في هذا الظرف كل نسمة مكتوب، وندعو للعريس بالبركة الله يوفقه ويرزقه الذرية الصالح. سلامة. سالمين الله لا يهيك ويكثر خير ويجمل حالك. تفضل نفداكم. تفضل نفداكم. الله يهيك. تفضل على الصلاة نفداكم.
السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. كيف الحال؟ حبيب. طيبين؟ والله فيك، كيف أنتم؟ الله يسلمك، أنا سعيد بن أحمد الفقيه الزهراني. نعم. جينا في معية النقيب عامر بن محمد ولد عمي. نعم. مسلمين ومباركين ومشاركين وتلبية لدعوة منكم، حبينا الوصول والسلام معنا رمز عطاء والمعطي الله. مبلغ 10,000 ريال وهدية رمزية لأبو منصور، إن كثيرة فتستاهلونه وإن قليلة في يد مسا الغلا والمحبة اللي بيننا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. صلى الله عليه رسول الله، الله لا يهيك ويكثر خيرك ويجمل حالك ويطول أعمارك، ولا أنتم فضل أفداك جلو. ومعاونين وسلامتكم. سالمين الباقيين الله لا يهيك ويكثر خير ويكمل حالكم. فضل الافداق. خلي علينا محمد الله يعافيك. السلام عليكم. صدع محمد. ايه اللي قدام.
منصور حبينا نلبي الدعوة، جايين باركين ومشاركين ومعاونين وسلامة الجميع. الله يهينك ويبارك كثر خير ويجمع الحال. جاك خير وجاك. كيف انتم؟ عافيك طيبين؟ مرحبا الله فيك، كيف انتم؟ مجورين عافيك مرحبا الله يحييك مساكم الله بالخير عافيك سلامة الجميع نعم جهنا دعوة من برك يا ابو منصور احنا مسلمين ومشاركين ومباركين ومعنا نعطى والمعطي الله ابو منا واجد زايد اعفاكم اعفى الله لا يهينك وكثر خيرك وجمل حالك فضل الافداك الله يبقيكم، السلام عليكم. عليكم السلام. مساكم الله بالخير. والله والله. أخوكم لافي بن علي الغامدي. نعم. أخو بن منصور وزميله. نعم. مباركين ومشاركين. والله يبارك له ويعمر بيته ويوفقه. ومعنا رمز عطاء. إنه كثير بيستاهل وإنه قليل بتثمن الأخوة والمحبة اللي بيننا. والثانية في هدية متواضعة لأخوي بن منصور يقبلها وسلامة الجميع. سالمين الباقين الله لا يهيكم يكثر خيركم ويجمل حالكم. فضل الأفداك. كيف الحال؟ والله لو اجي على ركبي واحد الزواج ما اجي ونعذرني على اللي قدرت حقه. على السلامة أول شيء والحمد لله على السلامة. والله أنا مبسوط بشغلك طيب وبخير والحمد لله على كل حال. كيف حالك؟ إن شاء الله طيب. بسرني عنك. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله حتى يرضى. هذا الحياة. لازم الصبر. كيف حالك؟ طيب. مبروك إن شاء الله. مبروك. إن شاء الله الحمد لله. البركة إن شاء الله. البركة إن شاء الله. الله يبارك فيك. رب العزة إن شاء الله كيف حالكم؟ طيبين. مرحبا بكم. مرحبا الله يعافيكم. مرحبا يا ولدان. الله يعافيكم. مرحبا بالملايين. كيف أنتم؟ عافيك. طيبين. مرحبا الله فيك. كل عام وأنتم طيبين. طيبين إن شاء الله. داعي فرح وكرامة في الأخ مازن. نسأل الله أن الله يوفق ابن بيته مشاركين ومباركين نسأل الله لهم التوفيق أهد من أبداك كثر خيرك كمل حالك كمل Allah'a emanet olun.
السلام عليكم. عليكم السلام. مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير. كيف الأيمان؟ كيف أنتم؟ سلمتوا. طيبين. طاب الله فيكم. مرحبا الله يحييكم. مرحبا الله يحييكم. يغنيكم. صلوا على النبي. اللهم صل على النبي. تزوجت يا مازن والله يبارك لك ويجعلك في الساعة الطيبة. أنت خوي وافي وذل وحمر عين وأكبر دليل على ذرابك وقوة الصف اللي تشوفه. زملائك مقبلين عليك مسلمين ومباركين ومهنين. معنا لك معونة 187,400 وتستاهل أكثر منها. فعلك أكبر منها وغلاتك عندنا يا زملائك أكبر منها. وانت تستاهل. انجينا للخوة فانت طيب، وانجينا للاخلاق فانت طيب، وانجينا للمرجلة فانت في قمة المرجلة. هذا اللي عندنا وسلامتكم وعفاكم. عفيتم ولا جفيتم والله لا يهيكم ولا يشقيكم ويكثر خيركم. انتم وافين وصوتكم وافي واعضاكم وافي والله يكثر خيركم ويا مرحبا الناس. هذا الله يحييكم. ارحبوا يا رجال ارحبوا. الله يحييكم. صبكم وافي عطاكم وافي. وانا يا خويكم ما طبت الا من طيبكم ولا وفيت الا من وفاكم. وارحبوا يا رجال ارحبوا. الله يبقيك. الله نسلم عليك. الله نسلم عليك. Thank you.
الله يمسك بالخير، ألف مبروك للعريس إن شاء الله. عقبالنا أبو عبد الله في أمل، متزوج أنا وياه. إذا تزوج مع أبو لا والله ولا يعرف صراحة ما علم يزوج. ألف مبروك للعريس، عقبال الشباب إن شاء الله، عقبالي أنا إن شاء الله أني أتزوج. يا رب يا عبد الله يا سيدي. بارك الله لكم، بارك عليكم، جمع بينكم في الخير، ونسأل لك السعادة وتوفيق الصحة. حياتي لك. ألف مبروك للعريس. يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله يبارك في عمرك. هيا سعيد إن شاء الله. Thank you.
لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الناس من نسبة ونفرح ونفرح الحقيقة أحد رجال الأمن الذين نفخر بهم وهو مثل أعلى الأقدام والشاب من الشباب شهد ومشهور الأمن الذي يأمن الأمن ويوفقه في هذا البلد ذلك مخلصا لله وللقيادة وللوطن وللمواطن جزاه الله خير ووفقه وحفظه وسلم من نعمه جميل وضيفوا اللي ما تعرفون ونعم بكم يا ربعنا ونعم بكم مئات الونعم. الحقيقة الشان واحد والحال واحد والعرف اليوم أنه ما فيه إلا وجبة الزواج. أنا أتكلم عن أهل الصلاة والموجودين في أبها ما يكتب لنا إلا العشاء. أما زملاء مازن فعذرهم معهم وسلامتكم يسمع. أنا عرفت إيش أقول أقول زملاء مازن عذرهم معهم هم اللي يتكلمون عليه هم أحنا على الصلاة ما يجيب شيء. مرتبطين باعمال وما دركم ما يقدم وانتم وافقين في حلف تفعلونها ولا تبقوا مجربين. والله ما هو حال الكرام اللي قاعدين للجميع. اما شيء فصنا والله من كل فرصه وانتم تفعلونها والله يغنيكم ولا تكثر عليها لا في غير الحلايف ولا ديان بيننا وبينكم وانتم وافقين تفعلونها والله يغنيكم. ما صنا بس مرحبا عيد بالرق الدخيله مرحبا عاد بالرق المخيله
خير. يا ضيوف لكم هذي سلامي، يا ضيوف لكم هذي سلامي، يا ضيوف لكم هذي سلامي،
تفضلوا.
صابك كل كلمة تدعي يا ليل
بعدها كل كلمة العيال اي بعدها ما سهلت لا تحسب صعوبة دونها شعر يبتلك لا خذري كسيتها العذوب ونسحب الرمات جمال بيدها شعر ما كلمته بمحسوبة ودك من شعره يقتصدها يا عيال انضم يصل العروبة يا جنود الدولتين وسندها يا جنود الدولتين وسندها يوم كانت بلدة البرد ثوبة لابتست للبيوت وعمدها يوم واحد هلمها ما اعتزوبه واعتزوب اعتادها وابعددها طاعة الحكم عزوم ثوبه منع عهدها وننقض عهدها حظ من جمع القحطين صوبه عزوة ما هو يفشل ولدها حظ من جمع القحطين صوبه عزوة ما هو يفشل ولدها يشهد واعتزم نفسه بالظلم وبجنه أصوى كما هبت القلب جنوبه والرياجل تقطع زبدها يا عمام عذبك على العربة نتك والحلها والعاقدها ما نزل مضيك لنها يوبا جمعنا لمبلغها وردها العربة ولا غير معروبة هذا ندع وسط نيدي وشرق نيدي وجنوبه لك حال العزوة ونخر قودها عند ربعها فهم راح بمحرها الحيبة نعتمدها لو حس العيام نايم صبح ذو ربطك حطنا وعدها وسهم عند العزوة معصوبة بشر احداد البلد مساعدها وفق المواعد وطاوفه والحوار اللي نوم اسهددها Oh,
جاحي قاطع الدرب خويا للوضع دام صروحه في محل المراجل هم دار الصباح عزيز ندم هدي والعزم يجي له روح الحرب العساكر بس عاد الوضع داحي الرجل على علوم الرجل اهدي بشبوحه ناس بشوفه حرام تشبه لا تزال ما تجينا مع حزات الأشهر ما أحسب أبدا فلنسى الأشهر ما تغنى اسمهم كل حزب يا بابا
يا مويس مبدعي
الشباب والدعاء
يا صوت القصة يوم تسمع الرجال جلودهم تزرب عليهم بالحماس وانعم جلودهم تزرب عليهم بالحماس وانعم من يسمع دوان يعرف مش ما يخلي الجبل قريته من طول وخلاص طني ضرب بعد الفيحة بعيدة عن طوب السيد محلكم دار الرجال الودك كم جزا أنا وأنا خوم في ابن فرح الأخال عيال اللي بفوا الله ما هم خمسة ولا you
Thank you.